بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. صدق الله. ما زلنا في رحاب التفسير الموضوعي لسورة الأنبياء، نحلق في آفاق قول الله تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. نطوف في أرجاء القرآن الكريم لنعرض موضوع قصة نبي الله عيسى عليه السلام وأمه السيدة الكريمة مريم عليهما السلام، ليتبين لينا عن طريق التتبع الموضوعي لملامح القصة من خلال الوحي الشريف، وكذلك مستأنسين بما ورد في كتب السير والتاريخ والأخبار، لنعيش معاني قول المولى سبحانه وتعالى: وجعلناها وابنها آية للعالمين. وعشان كده كلمة آية احنا بنسبح في القرآن كله، في القرآن وفي عموم الوحي الشريف، عشان نوصل لملامح القصة كاملة قدر الطاقة. وزي ما قلنا لحضراتكم بنستأنس في ذلك بما ورد في كتب التاريخ والسير والأخبار وكذلك الكتاب المقدس. جاءت كلمة آية، وجعلناها وبنها آية للعالمين. آية جاءت نكرة للتعظيم، لأنها آية سيدنا عيسى، آية تحتوي على آيات، وهذا ما نحاول بيانه في عرض قصة مريم وابنها المسيح عليهما السلام. ولما كان مجموعهم دال على صدق عيسى نبي الله عيسى وعبده ورسوله في رسالته، جعل مجموعهم يعني مجموع القصة، سواء قصة السيدة مريم والمسيح عليهما السلام، آية عظيمة على صدق سيدنا عيسى عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى أمه السلام في أنه نبي مرسل كريم من عند الله تعالى. ونكمل مع حضراتكم باقي قصة مريم وابنها المسيح عليهما السلام. انتهينا في آخر لقاء في قصة السيدة مريم وابنها المسيح عليهما السلام إلى أن ستنا وجهت كل الاتهامات من قومها،
واجهتها بصبر وهدوء وصمت، وذلك حين رأوها تحمل وليدها عيسى عليه السلام. اتهموها قومها بمنتهى العنف قبل ما يسألوها وقبل ما يعرفوا حقيقة أمرها، فقالوا لها إن ولدك هذا الذي تحملينه إنما هو ثمرة زنا، وحاشاها عليها السلام، وإن دي فعلة منكرة وعظيمة، وإزاي أنت من بيت كريم تكون منك هذه الفعلة. كل ده هم بيرموها ويتهموها دون أن يتبينوا أمرها. وقالوا لها كما قص علينا القرآن الكريم: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يعني جئت بشيء عظيم منكر. ورغم كل ده إلا إن ستنا مريم عليها السلام التزمت ما أمرت به من ترك الكلام، كما هو وارد في قوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وظلت ستنا على صومها الذي نذرته للرحمن، لم تنطق كلمة واحدة رغم كل ما سمعت ولاقت، فقامت ووضعت الطفل المبارك عيسى عليه السلام، وضعته بين قومها وهي صامتة، فأشارت إليه، أشارت للمسيح وهو صبي في المهدي صبية، أشارت إليه ليكلموه عشان القوم يتكلموا معاه. لكن القوم ازدادوا غضبا وغيظا، وظنوا ان مريم تتحداهم وانها بتسخر منهم. ويروى حتى في ذلك انها لما اشارت الى الطفل قالوا يعني استخفافها او استخفاف مريم بنا اشد علينا من زناها حاشاها عليه السلام. فردوا عليها متعجبين مستنكرين، وقالوا كما حكى القرآن الكريم كلمة الله الأخيرة للعالمين، قال الله تعالى، قالوا على لسان هؤلاء القوم حينما واجهوا مريم واستنكروا كيف يحدثون هذا الطفل الصغير وهو في المهد صبية، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية. وازداد القوم بعدها صخب وشغب ولغط وضجيج. وبينما هم كذلك إذ أقبل زكريا عليه السلام نحوهم يسعى، وكان بلغوا خبر الحادث العجيب، فجاء مسرعا، وحين رأى ما رأى تقدم نحو الصبي في المهد عيسى عليه السلام، فقال له: انطق بحجتك إن كنت أمرت بها. فأشار الوليد بسبابته اليمنى وهو متكئ على يساره متوجه بوجهه إليهم. بدأ سيدنا عيسى يكلمهم وهو رضيع طفل، وكلمهم بصوت رفيع قوي. أنطقه الله تعالى، أنطقه سبحانه وتعالى. فماذا قال عيسى؟ قال الله تعالى في كتابه القرآن الكريم على لسان نبيه ورسوله عيسى عليه السلام، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال عيسى هذا الكلام الذي أفحم به القوم، ثم عاد إلى طبيعته البشرية السن الصغير اللي هو فيها، فلم يتكلم بعدها حتى بلغ العمر الذي يتكلم فيه الصبيان. ودي كانت معجزة إنه ينطق عيسى في المهد صبية، وينطق بكلمات ليست عادية، وأول ما ينطق يعترف بالتوحيد لله تعالى. ففي هذه العبارة المجزة جدا اللي قالها سيدنا عيسى وهو في المهد صبية، قال عبارة جمع فيها كل الدين من عقيدة ومناسك وعبادات ومعاملات وأخلاقيات، وابتدأ أول ما ابتدأ بأساس كل أساس بتوحيد الله الواحد الأحد لا إله إلا الله من غير شريك، ثم ذكر بعدها النبوة، ثم
العبادات الرئيسة وهي الصلاة والزكاة، ثم ذكر بر والدته والعدل والهدى، ثم طلب عيسى عليه السلام من الله تعالى طلب هو غاية الغايات، كما ذكر الله تعالى. قال الله تعالى على لسان نبيه عيسى عليه السلام: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي. طلب نبي الله عيسى من ربه ومولاه السلام في مواطن ثلاثة، هي أشد حالات الإنسان اللي يحتاج فيها إلى السلام. طلب السلام لحظة الميلاد وساعة الموت ويوم البعث، أنطقه الله تعالى بذلك. قال الله تعالى في كتابه على لسان نبيه عيسى عليه السلام: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هكذا قال عيسى في مهده، فدهش القوم لهذا القول الصادق البليغ الذي لا يصدر إلا عن نبي كريم قد أحاط بأمور الدين كلها. إلا إن الذي نطق به هو الرضيع عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم. وبعدما قال هذه القول الصادقة ونبه إلى المعجزة، الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده قلنا الآية جاءت في سورة الأنبياء نكرة من غير ألف ولام، نكرة. كلمة آية جت نكرة لأنها آية عيسى عليه السلام، آية تحمل آيات ميلاده، الحمل السيدة مريم عليها السلام دون أن يمسسها بشر، ثم ميلاد عيسى، ثم نطق عيسى عليه السلام في مهده آيات، ولسه هنشوف آيات. بعد ما قال الكلام ده سيدنا عيسى عليه السلام في مهده صبية، نام سيدنا عيسى تاركا القوم في ذهول ما بعد ذهول، يعني ذهول تكاد تعجز عن احتماله العقول. انحنت ستنا العظيمة مريم عليها السلام فحملت عيسى المبارك وضمته إلى صدرها، ثم انطلقت به وتحدثت كل المدينة عن هذا الحادث العجيب. صدقه من صدقه وكذبه من كذبه، ومن صدقه كانوا قلة ومن كذبه كانوا كثرة. حتى من كذب قالوا هذا سحر وليس حقيقة، وتجاهلوا قدرة الله المطلقة التي ليس لها حدود، فالله على كل شيء قدير. وهم أهل كتاب، التوراة بين أيديهم، وأنكروا قدرة الله تعالى، وأنكروا أن يتكلم طفل في المهد بإذن الله تعالى. اغتاظ اليهود كل الغيظ، وما اكتفوش بالتكذيب بل خاضوا في مريم، فلعنهم الله تعالى في كتابه القرآن الكريم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، لأنهم أصروا على اتهامها بالزنا رغم كل تلك المعجزات التي رأوها وشاهدوها. وصدق الله العظيم: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان
يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم آمين. آمين.